تحيا بكم كل أرض تنزلون بها كأنكم في بقاع الأرض أمطار وتشتهي العين منكم منظرا حسنا كأنكم في عيون الناس يجمعون لما اجتمعنا ولاحت لي محاسنكم أنتم حياتي وإن تغيبوا تغيب الروح عن جسدي. وختامها صلوا على المختار سيدنا وختامها صلوا على المختار سيدنا ما زان جمع وهنان المهنون خير. وأتمنى للجميع دوام التوفيق وأشكرهم على تكريمهم لي ولو أنني لا أستحق ذلك ولكن هذا فضل منهم وتكريم كما أنني أشكر أبو حنان إنه أثر كثير فيه وأنني لا أستحق ذلك ولكن هذا من أخلاقه وكرمه وما شاهده مني وأشكر الله على ذلك. اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واستغفر لهم واغفر لهم وارحمهم جميعا إن شاء الله. وأشكر كل من حضر تكريمي هذا من أي كان من الأخوان والزملاء والأساتذة والأبناء والطلاب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أولا بالنيابة لشباب ميديا تيك حقيقي أقدم كل الشكر والعرفان والامتنان لأعضاء خيمة الوفاء لتكريمنا اليوم. ما شاء الله ما قصروا، الله يديهم ألف عافية وإن شاء الله نرد لهم 100 في الأفراح بإذن الله.